دي سمنه بلدي اياد. احنا كده دخلنا على الحلاوه بالجبنه صح؟ المشاهدين عايزين يشوفوها النهارده. دي سمنه اياد، نحط على السمنه دي كده شويه سميد حلوين. عايز اعملها لحضرتك النهارده هديه. ربنا يخليك يا شيف مغيث. السميد ده كده يتقلب في السمنه واستنى على السميد يشرب السمنه. تمام. ويشبع من السمنه اهو، شفت ازاي كده؟ دول كفايه قوي. والميه بتغلي عندي والشربات دي اكله سوري الحلاوه بالجبنه. دي حلاوه الجبنه دي حلاوه يعني هي مشهوره جدا في سوريا وفي لبنان يعني في المطابخ الشاميه عموما يعني. ده السميد الناعم اهوت. الجبنه الحلوم دي تكون معانا كده طبعا، احنا من امبارح نعناها في ميه ونتخلص من الملح لانها مالحه. لازم نتخلص من الملح بتاعها. بالشكل ده كده، والسميد التحميره دي كده. استنى المقادير على الشاشه. طب تمام، سميد ناعم، جبنه قريش، لا سوري جبنه عكاوي، انا اسف، جبنه عكاوي وميه زهر وشربات. واستنى على السميد لما يديني الرغوه دي. بص يا استاذ ايمن اهي، انا عايزك تعلميها، دي سهله جدا. هو السميد على السمنة، مش لازم تشتغلي بالمهاره اللي الشيف بيعملها. على فكره اي حاجه تعملها ست البيت في المطبخ هي شربات، الميه من ده شربات. ايوه طبعا. انا بص الاعتراف يعني لازم الواحد يعترف. لا صح، اي حاجه ست الشيف بيشتغل كده عشان بياخد فلوس. لا لا ده بالك. دي ليها طعم ودي ليها طعم. لا موضوع، بص شوف السميد عمل ازاي في السقه. ده سميد. هي الجبنه الحلوم هي الجبنه العكاوي؟ لا، الجبنه العكاوي غير الجبنه الحلوم. الجبنه الحلوم دي اللي بتتشوي تتقدم مع طبق السلطه. الجبنه العكاوي اللي هي بتاعت الحلويات. اوكي. عندك صينيه كنافه حلوه بالجبنه العكاوي. صينيه بسبوسه حلوه بالجبنه العكاوي. حلاوه الجبنه اللي هعملها دلوقتي بنزل على على السميد ده بزبيط الزهر. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. حلو. شفت ازاي؟ وانزل بالشربات. حلو يا ست الكل. جميل. ونقلب كده. سهل لغايه دلوقتي. سهل بس زي الفل. كاني بعمل ايه؟ عصيده. نقول مثلا العصيده اللي هي عباره عن دقيق وشربات. تمام. ونستنى عليها هسه كده تاخد غلوه، بس احس ان هي بتغلي. هنزل بالجبنه دي كده واقلبها بس. بتحب تطبخ الحلويات اكتر ولا الحوادق؟ حلو السؤال ده، جميل جدا. انا اميل للمطبخ الشرقي، خاصه المطبخ اللبناني والطلياني، دول عشق بالنسبه لي يعني. انا كمان. والمطبخ العربي عشق كمان. الكبسه طبعا. والمطبخ المصري طبعا. ما المطبخ المصري على فكره لما نرجع هو تركيبه هو من المطابخ دي كلها. بالظبط. وده الاساس. هو في تنوع هو من اللي مؤسس كل حاجه. المطابخ كلها. خدت بالك؟ فكمان لازم الواحد بقى يغير من اساسيات الاكله ومنظومه الاكله. يعني مثلا الفريك عملناه طاجن النهارده. ايه المشكله لما الفريك ده بنحط معاه شويه زبيب؟ يعني دي اضافه. مش يعني انا مثلا اول مره اكل مسقعه من ايد الاستاذه هبه حسين بالزبيب. بالزبيب كانت رهيبه على فكره. دي عارفه احنا كمان بنعملها كده بالزبيب. وساعه المكسرات بتطلع روعه. الزبيب ده فيه سكريات، السكريات مع الطماطم والحموضه بتاعه الطماطم والاكسده بتاعه البتنجان بيعالج المشاكل دي كلها. معقول؟ طبعا. دي معلومه معروفه بقى. بس هي فعلا حاجه يعني طعمها ممتع. تحط معلقه سكر على الطماطم. هننزل بالجبنه كده، ننزل بالجبنه وقت كده اهو زي الفل. ونقلب زي الفل. تمام كده حلاوه الجبنه فيها طعم ميه الزهر والشربات. والشربات طبعا دي مش هتنفع معانا بقى، لان لازم تكون حاجه قويه هنا نقلب بيها زي دي كده. دي لازم طبعا لما نشتغل في الحلويات ما يكونش معانا لا توم ولا بصل ولا اي حاجه. شوف كده الحلاوه. بص ازاي عشان الطعم ما يتاثرش بالحاجات. أيوة. دي هتم نقلب كده لغايه لما الجبنه تسيح وتديني الخيوط الحراريه بتاعتها. شفت؟ هتطلع معايا لسه. دي نفس الفكره بتاعت شده الحلاوه الكنافه بالجبنه. ايوه مظبوط. الكنافه بالجبنه بنعملها بنفس الطريقه، ندوب الجبنه. دي مشهوره او منتشره دلوقتي. مظبوط. في محلات في السحور يعني. في السحور وفي الحلو في رمضان. نقلب كده. شفت بدات تشد معايا؟ اول ما تشد معاكي كده والجبنه تسيح تبقى خلاص طلعت اهي. دي بتتعمل بقى طريقتين، تتقدم كده زي ما هي وتتقطع مربعات او بشكل طولي يعني، او ان هي تتلف ويتحط جواها قشطه وتتزين بالفستق الحلبي وميه الزهر. تتلف ازاي بقى؟ تتلف رولز كده زي المربعات يعني.
يبقى جواها القشطه وفي نفس الوقت كمان تتزين بالفستق الحلبي. شفتي دي حلوه الجبنه؟ ابتدي تقلبي فيها كده لغايه لما الجبنه تسيح خالص. تمام. مجهز طبق للتقديم كده. بس دلوقتي انت مش ملاحظ يا شيخ مجازي ان الستات بقت تميل انها تشتري الحلو جاهز اكتر من انها تعمله في البيت؟ والله لو جيتي للحقيقه يفضل ان الحلو يتعمل في البيت. لا بس ما بقاش دلوقتي، الناس بقت اسهل لها تجيب الحلويات من بره. ما هو ما بقاش دلوقتي ده غلط. ليه؟ السكريات اتحكم فيها في كميه السكر، كميه التوبنج اذا كان هنعمل كنافه، الحشوه بتاعتي قشطه دسمه مش دسمه. عشان السكريات مشكله في البيت مع كبار السن طبعا، مع الناس اللي هي ممكن يكون عندها مشكله صحيه. فان انا اعمل الحلو في البيت كده انا بتحكم في كميه السكريات زائد الطعم بقى. في واحد يحب السكر طبعا. كتير واحد يحب السكر مثلا الكنافه شوية. البيتي احنا نسيناها من كتر الكنافه اللي بتطلع دلوقتي، كل سنه بيطلع موضه جديده في الكنافه. ده قصه دي، الكنافه دي مهرجان الكنافه دلوقتي، مع ان الكنافه البيتي احلى حاجه. طبعا. ما الفول عملناه خلاص اهو زي الفل. تمام شفت ازاي؟ شفت دي حلاوه الجبنه؟ حلاوه الجبنه تمام زي الفل، ريحتها روعه. ايوه خلصت حلاوه الجبنه، نسيبها تبرد بقى. دي المفروض تتاكل ساقعه مش هي تتاكل لما تبرد اكيد طبعا. كده نمسك الفوز. انا عايز بقى حضرتك بايدك كده اعمل زينين لل اوكي. ايوه ايدك. هحاول. حلو تسلم ايدك. انا بعمل حاجه عمري ما عملتها في حياتي فسامحوني. يعني هي لها طريقه في التزيينه كنت حابب حضرتك تعمليها بس يلا زي بعضه عشان الصوره. طب ايه؟ ممكن حضرتك تعملها؟ ايوه معلش خلاص. احنا لازم نعمل كده. من على الطرف؟ ايوه بس حصل خير. يعني هي ديت يعني روحها الفستق الحلبي. تقدم كده وبعد ما تبرد تتقطع بقى بالسكينه زي الكنافه بالظبط. الف انا وشفا. بس لازم تكون غرقانه فستق. الف انا وشفا.